هاي اللي كي بديتي طعام بربوشه، ولفنا احنا بطعام بربوشه هذه تاع القمح، درناها لكم بالقرعه، وكتشوفوا زروديه بالدجاج واللحم الحميصه، وان شاء الله تكون عجبتكم وديروها في بيوتكم ان شاء الله، وتقولوا خالتي دوجه هاي ورتنا حاجه مليحه ان شاء الله، ونقول لكم شهيدكم في الجنه وبقوا على خير.